بسم الله الرحمن الرحيم. تم هذا اليوم افتتاح مشروع إيصال خط الكهرباء إلى محطة الثرثار، حيث تم تغذية المضخات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتحقق هذا العمل من خلال المتابعة المستمرة والإشراف لمعالي السيد الوزير الموارد المائية الأستاذ عون ذياب، حيث تم تغذية هذه المضخات التي تعمل بالطاقة الكهربائية من خلال الخط البالغ طوله 32 كيلومتر وبعدد أبراج ضغط عالي 95 برج، وأيضا محطة متنقلة سعة 25 كيفي. هذه عمل هذه المضخات سوف يساهم في تعزيز واستقرارية التصاريف المطلقة في نهر الفرات، وأيضا يقلل من استهلاك الوقود اللي مستخدم في تشغيل المولدات الخاصة بتشغيل هذه المضخات، وأيضا إذا كلف الصيانة، وأيضا إلى ما راح يعني أنه من خلال هذه السعة، يعني من خلال هذه المحطة الكهربائية اللي هناك حسابات بزيادة المضخات اللي سوف تعمل بالطاقة الكهربائية من خلال العقد الجديد، تكون هنالك استقرارية في التشغيل تصل إلى أعلى من هذه التصاريف الموجودة.